أعطي التعدين هي بدأنا نحصر الإمكانيات المتاحة في عدة مجالات. بدأنا بمجال صناعة تحلية المياه لأن دي مشكلة ملحة وضاغطة، ولقينا أن في مجموعة من العلماء المصريين المتميزين على أعلى مستوى في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وفي الصناعة بيشتغلوا في مجال تحلية المياه. الأبحاث العلمية اللي هي كانت حبيسة الأدراج وجهناها دلوقتي وبشكل دقيق لمشاكل ملحة داخل الصناعة، سواء كان في وجود صناعات خاصة بقطع الغيار، صناعات مغذية، صناعات المواد الخام خصوصا في قطاع الأدوية، صناعات التعدينية، صناعات تحلية المياه وتكنولوجيا تحلية المياه. فاللي احنا بنعمله النهاردة اللي احنا بنوجد تحالفات علمية قائمة على المعرفة مع الصناعات وبنحط الصناعة في مقعد القيادة الخاصة بالتحالف. يعد البرنامج هو أول برنامج تنفيذي في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تستهدف تطوير عدد من المجالات كالطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الفضاء، وهو ما سيعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. على منتصر النيل. وإلى الشأن السوري، حيث قتل 11 شخصا على الأقل في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب شمال سوريا. من ناحية أخرى، وصلت الفصائل المقاتلة قصفها للأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام في المدينة. وتشهد مدينة حلب منذ عدة أيام قصفا عنيفا متبادلا بين الطرفين، حيث قتل بالأمس 24 شخصا بينهم 6 أطفال في الأحياء الغربية، وقتل أيضا 11 آخرون في الأحياء الشرقية. طلع عينه، خلوا تشوف عينه، هون في جيش كورونا من الصبح يا فتاح يا رزاق، العالم كله صارت قتلت، والله ضرب دوار بربانة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مركزة على تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابي بريف السويداء الشمال الشرقي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 20 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه قوة سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية كردية، إلى مشارف مدينة منبج، أحد أبرز معاقل تنظيم داعش في شمال حلب، استعدادا لطرد مسلحي تنظيم منها، كما قطعت طريق الإمداد الرئيسي الذي يعتمده التنظيم بين محافظة الرقة ومحافظة حلب. انتصار جديد لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة تنظيم داعش المتطرف تمثل في وصول هذه القوات المكونة من تحالف فصائل عربية كردية إلى مشارف مدينة منبج الاستراتيجية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب. قوات سوريا الديمقراطية التي خاضت معارك عنيفة ضد التنظيم الإرهابي منذ مايو الماضي تمكنت من السيطرة على الطريق الرئيسي بين محافظتي حلب والرقة، أكبر معاقل التنظيم في سوريا، وذلك بعد استعادة السيطرة على تل أم سراج فضلا عن قريتي معراتة وحميرة، لتصل عدد القرى التي استعادتها القوات الكردية من قبضة التنظيم إلى نحو 40 قرية ومزرعة. التقدم الذي أحرزته قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش في الريفين الجنوبي والجنوبي الشرقي لمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي استهدف تضييق الخناق على عناصر التنظيم ومحاصرتهم داخل المدينة التي تعد إلى جانب مدينة الباب ومدينة جرابلس الحدودية مع تركيا أبرز معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمدينة منبج في أنها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين حلب والرقة القريبة من الحدود التركية. الخسائر التي مني بها تنظيم داعش في ريف حلب تزامنت مع هزائم أخرى في الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا، حيث تمكن الجيش السوري للمرة الأولى منذ نحو عامين من الدخول إلى الأطراف الإدارية للمدينة بمساعدة ضربات جوية روسية عنيفة على محافظة حماة المتاخمة للرقة. ويثير التقدم الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية بدعم من واشنطن والجيش السوري بمساعدة موسكو على حساب داعش العديد من التساؤلات حول مدى التنسيق السياسي والعسكري بين هذه القوات لدحر تنظيم داعش في البلاد. وفي غضون ذلك، شنت مقاتلات أمريكية على مدار اليومين الماضيين غارات جوية ضد أهداف التنظيم داعش انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان المتمركزة في شرق البحر المتوسط. ونفذت الطائرات 4 غارات استهدفت مبنى في سوريا وكهفا
قصف 3 مرات لكنها لم تنفذ أي ضربات على أهداف في العراق. تعد الغارات هي الأولى التي تنفذ من حاملة طائرات أمريكية بالبحر المتوسط منذ بدء الحملة المستمرة منذ 2 ضد التنظيم الإرهابي، حيث كانت الغارات تنفذ في السابق من حاملات في الخليج أو من قواعد برية في البحرين وتركيا ودول أخرى. تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد العراقية من إحباط تفجير انتحاري لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمال بغداد. على صعيد تحرير مدينة الفلوجة من قبضة داعش الإرهابية، أعلن قائد عمليات الفلوجة أن التنظيم الإرهابي يعرض لهزيمة بعد اقتحام قوات مكافحة الإرهاب للمحور الجنوبي للمدينة. منصورين إن شاء الله، منصورين براية العباس. حالة من الانكسار سيطرت على مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية تحرير القوات العراقية لمدينة الفلوجة من قبضتهم. تلك الحالة جاءت إثر إحكام سيطرة القوات العراقية على الناحية الصقلاوية بالفلوجة، كما بدأت التوغل في أحياء هذه المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في الأنبار. وتعد الصقلاوية ذات أهمية استراتيجية للتنظيم الإرهابي من ناحية الإمداد، إذ أنها الرابط بين الفلوجة وجزيرة الخالدية الممتدة إلى صحراء الأنبار. قائد عمليات الفلوجة قال إن تنظيم داعش الإرهابي انكسر بعد اقتحام قوات مكافحة الإرهاب العراقية للمحور الجنوبي للفلوجة، وذلك بعد استكمال تحرير النعيمية جنوبا والصقلاوية غربا. تم تضييق الخناق على داعش الإرهابي المنطقة، وبالساعة 1300 تم تحرير مركز الناحية من قبل لواء مشاة 52 وتطويقها من جهة الشرق من لواء 53 ولواء 24 من جهة الغرب، ودخلنا إلى الناحية وطردنا داعش وتم القضاء على كافة المقاومات في المنطقة. تلك الهزائم المتكررة لداعش في عدد من المناطق بحسب قائد عمليات الفلوجة أثرت بالسلب على الروح القتالية لمسلح التنظيم الإرهابي، وكانت القوات العراقية قد بدأت بمساندة التحالف الدولي منذ 23 مايو الماضي عمليات لاستعادة الفلوجة من قبضة داعش الإرهابي الذي يسيطر عليها منذ يناير عام 2014. هذا ويواصل المدنيون المحاصرون داخل مدينة الفلوجة فرارهم من منازلهم متوجهين إلى مناطق آمنة هربا من المعارك بين الجيش العراقي وتنظيم داعش الإرهابي. قالت منظمة إغاثية دولية إن نحو 50,000 مواطن عراقي محاصرون الآن داخل مدينة الفلوجة الواقعة غرب العاصمة بغداد. متوجهين إلى مناطق آمنة، واصل مواطنون عراقيون غالبيتهم من النساء والأطفال كانوا محاصرين داخل مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، واصلوا فرارهم من منازلهم. خاتلين من داعش على مود نشوف مكان الجيش وين دا نطلع نسلم انفسنا للجيش. خاتلين بالبيوت ليل ونهار على مود ما يشوفونا يحضون بينا ويذبحونا. وهاي اليوم الحمد لله الله حقق امانينا وطلعنا احنا وعوائلنا سالمين. منظمات إغاثية دولية تقول إن نحو 50,000 مواطن عراقي محاصرون الآن داخل مدينة الفلوجة الواقعة غرب العاصمة العراقية بغداد. كانوا محصورين بالصقلاوية، وأنا بالنسبة لي كمقاتل طلعت من الصقلاوية لأنه فجروا بيت الدواعش وطلعت، وهسه هم معاناتهم جوع وعطش وخوف، والحمد لله وشكر من الله طلعهم بسلامة. يذكر أن منظمة مساعدات دولية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية أن 12,000 مواطن عراقي فروا من ضواحي مدينة الفلوجة منذ إعلان الحكومة العراقية قبل نحو أسبوعين عن شن عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش الإرهابي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد طارق حرب المحلل السياسي. سيد طارق، بعد التحية، كيف يمكن النظر للوضع الميداني وتحديدا في مدينة الفلوجة التي تدور بين معارك بين الجيش العراقي وتنظيم داعش الإرهابي؟ شكرا لك ولمشاهديك الكرام. سيدتي الكريمة، القطاعات العراقية، القوات العسكرية العراقية والأمنية والحشد العشائري، أبناء المنطقة نفسها والحشد الشعبي، تسير بود
يعني أن هنالك تقدما ولم يحصل أن تلكأت القوات أو توقفت القوات، ولكن هنالك إجراءات لابد من اتخاذها كما ورد في التقرير. هنالك عدد كبير من المدنيين، أولئك المدنيين قد يعرقلون الحركة بسبب حرص قوات الأمنية العراقية على عدم إصابة أي مدني بأي شيء. هذا هو الأمر. وإلا منذ بدء عملية تحرير فلوجة الآن كل الإجراءات تقدم، لم تحصل معركة بالمعنى المعروف المعركة في الجانب العسكري أو الجانب السياسي بين داعش وبين القوات. القوات كلها متقدمة الآن، تولت تصحير جميع الأجزاء المحيطة بالفلوجة ولم يبقى إلا مركز الفلوجة. وكما يقال أن عدد الداعشين موجودين في الفلوجة لا يزيد من 2500 إلى 3000، وأن هنالك ما لا يقل عن 35,000 مدني. المشكلة العقبة اللي أمام القوات هو كيفية، ما هو السبيل لإنقاذ هؤلاء المدنيين من عصابات داعش، وكيف يمكن إخراجهم بإيمان، ما هي الخدمات التي يجب أن تقدم لهم. هذا هو الأساس الكبير الذي أدى إلى توقف أو كما يقال عدم السير المتواصل للسيطرة على الفلوجة. ولو أن القطاعات العراقية تأخذ بنظر الاعتبار والمسألة الأخرى تتعلق بالمخاخات لكانت دخلت القطاعات العراقية إلى الفلوجة منذ أسبوع، لكن هذه الأمور وغيرها تمثل كما يقال وقف على الأقل الاندفاع. لا يكون الاندفاع إلا سقوط مثلا صقراوية وسقوط القرى المجاورة وحدود 15 أو 20 قرية، يدل دلالة واضحة على جدية وقوة العمل العسكري العراقي وعدم إمكانية داعش الوقوف. لم تحصل معركة، لم يغامر داعش إلى الآن بأن يلاقي أو يجابه أو يقف أمام القوات العسكرية. غالبا ما يهرب من منطقة إلى منطقة. الآن السلاح الوحيد الكبير المؤثر اللي كان داعش ألا هو السلاح المفخخات. نعم. السلاح الأحزمة الناسبة يبدو قليلا وغير مؤثرا على القطاعات العسكرية العراقية. نعم. عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد طارق حرب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. التقى المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم بوفد المتمردين الحوثيين المشارك في مشاورات السلام اليمنية في الكويت. من المقرر أن تعقد لجنة للأسرى والمعتقلين جلسة بين الأطراف اليمنية في وقت لاحق من اليوم لاستكمال بحث موضوع الإفراج عن عدد من المحتجزين في الأيام القليلة المقبلة والإفراج غير المشروط عن الأطفال. وسيواصل ولد الشيخ خلال لقائه بحث آخر التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها في المرحلة المقبلة. إلى اليمن، حيث قتل 10 يمنيين بينهم 3 من المدنيين في قصف ميليشيات الحوثيين وصالح الذي استهدف مواقع لقوات الجيش والمقاومة والمناطق السكنية بمدينة تعز جنوب غرب البلاد. كما قتل قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه في مواجهات مع الجيش اليمني شرق تعز. هذا وتواصل الميليشيات الحوثية قصفها للأحياء السكنية غرب مدينة تعز بصورة عشوائية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 18 آخرين وبجروح طفيفة. وفي غضون ذلك، أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال اجتماعه مع الوفد الحكومي اليمني في مشاورات السلام الهجوم الذي شنه الحوثيون على سوق مزدحم بالمدنيين في تعز بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين. قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا جوناثان وينر إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد طلب مساعدة من قبل المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتدريب القوات الليبية. وأضاف وينر اليوم أن السراج لا يطالب بقوات أجنبية داخل ليبيا. كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قد طالب في أكثر من مناسبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدة إلى ليبيا، مشددا على أن ما تحتاجه البلاد هو المساعدة وليس التدخل العسكري. وبانوراما النيل ما زالت مستمرة مع حضراتكم وفيها، ولكن بعد قليل. في ذكرى النكسة، تصاعد التوتر في محيط المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام مستوطنين يهود لإباحته وسط حراسة مشددة.